يقول السائل: ما الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ هي صلاة الإشراق هذا تسمية من العوام، ولا هي صلاة الضحى؟ أولها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل زوال الشمس وقت الظهر، كل هذا وقت لصلاة الضحى، والعوام يسمونها صلاة الإشراق. الإشراق ليس له صلاة، هذه صلاة الضحى. نعم.